اخبار اليوم. اهلا وسهلا. اهلا وسهلا باخبار اليوم. كلمنا النهارده بقى عن تكريمك في الميمة بقى النهارده، يعني السنه الخامسه ليك على توالي تكريمك فيها، كلمنا عن الميمة. هي بتبقى جايزه بالنسبه لي مهمه جدا لانها بتكلل تعبي طول السنه، والفوت من الجمهور ده احلى حاجه في الدنيا، ان انت ما فيش لعب في يعني القائمين. انا اولا طبعا بحب احيي القائمين على الحفل وعلى الجائزه، استاذ ماجد حسني واستاذ احمد حميد، ويعني كويس ان احنا عندنا ناس بيفهموا في المهنه بالشكل ده عشان يعملوا لنا احتفال كبير زي اللي احنا فيه ده، يعني ويقدروا تعب كل المبدعين. شايف المهرجانات والمسابقات بتساهم في طريقه للوصول للسياحه وللترويج وللفن في مصر عامه؟ اكيد طبعا طبعا، لما بيبقى في فن وانتعاشه كله بينتعش. شايف الساحه الفنيه الغنائيه بقى في يعني نقول السنه دي او السنه تراجع ولا بيزيد ولا الاضافه في شغل كويس بيحصل من كل الفنانين، الشعراء وفي شعراء وملحنين بيطلعوا جداد كويسين جدا، وفي شغل بيبقى شغل حلو قوي بنسمعه الفتره دي الحمد لله. يعني وليد، يعني انت عندك الاقامه الفنيه الكبيره والخبرات يعني في الغناء كمان كبيره قويه جدا، ليه ما فكرتش تشارك في برنامج مسابقات غنائيه؟ بص بصراحه انا عملت كده مره واحده، يعني طلعت ضيف مع الجسمي في اكس فاكتور، والحمد لله اللي احنا اخترناه كسب اللي هو محمد الريفي. بس انا ما بحق يعني انا مش مؤمن بالبرامج دي قوي، لانها ما بتساعدش اللي بيكسب بعد كده ان هو يكبر ويكمل، ويعني ما بيساعد يعني هما بصراحه بحسها سبوبه، يعني بحسها ان هما ناس يعملوا برنامج سبوبه ليهم يكسبوا بس. ما فيش الدعم فيها الموهبه اللي بتطلع، يعني هي مجرد للشو للميديا. كل واحد بقى بيحتاج ان هو يبذل مجهود بنفسه عشان يوصل اللي هو للي تعب فيه في البرنامج يعني. بس القائمين على البرنامج ما بيبذلوش عليه اي حاجه بعد كده. ايمن يا رب، الجنرال بتاعنا وليد بيحضر ايه الفتره اللي جايه وبتعاون مع مين منهم؟ بص ان شاء الله جاسمي وفؤاد وهاني شاكر وكذا حد، يعني مش عايز انسى بس، ومسلسلات رمضان بقى حاله عشق وزواج بالاكراه وارض النعام، وان شاء الله ادعي لنا بس. اقرب حاجه هتنتهي منها ايه؟ اقرب حاجه هتنتهي منها ايه؟ وذهاب وعوده طبعا، انا خلصت ذهاب وعوده ونزل صابر من كام يوم، صابر الرباعي احمد السقا طبعا التتر بتاعه نزل، فان شاء الله يلاقي نجاح باذن الله. هنيئا منك بقى، كل سنه وجمهور مصر بخير في رمضان، خلاص على الابواب، ويا رب دايما مصر تبقى بخير.